الحالي احنا شفنا الحالات قبل حالات رفع بنسميها، الحالة الثانية بالواقع هي حالة دوران، حالة تدوير. هي الحالة الأولى معناتها extrude bevel. الحالة الثانية اللي بدنا ناخدها هي حالة التدوير، حالة نسميها ليث. الحالة الأولى على فكرة فعلية، يمكن لسه رح ناخد كم أمر تاني. طبعا الليث مرتبط بشو؟ ونسميه بموضوع الجرة، هو عبارة عن أنا رسمت خط، فهو شو رح يعمله بالنهاية؟ على محور بده يدوره تدوير، إذا دوروا تدوير رح بوصل منه لشكل. كل الأشكال الدورانية بنوصلها بهالأشكال هاي، بس بيبقى الفن هون هي الرسم. طبعا الرسم بتكون فترة تاخد إيدكم عليه بالفراغ، هتطلع معكم الشكل اللي بتكون اياه. بس نحن هلا مبدئيا مشان نسهل عليكم، فنحن اذا انتقلنا على الفرونت يعني ناخذ لاين. طب انا ما بعرف ارسم، ماشي نقرا بدي اعمل جره، رسمت هيك شكل مثلا. فانا اهم شغله تعرفوها بالماكس انه نحن اول شيء طبعا عم نرسم على مسقط اول شيء، فاول شيء بنرسم شكل تقريبا، بعدين شو بنعمل؟ بنعدل عليه تعديل. فانا هذا الشكل اللي اخذته طبعا عندي كذا مشكله فيه. اول مشكله شو هي؟ اي اول شو يعني النقاط، نوع النقاط. هلا هاي نوع النقطه شو محطوط عندي؟ كورنر. بدنا نغيرها، بنكبس عليها بزر اليمين ونعطيه شو؟ ليك هو انواع النقاط اللي عندنا اياها، ونعطيه سموث، بقول له بدي هاي سموث. باخذ النقطه الثانيه ونعطيه سموث. هي وصلت لشكل، شوفوا كيف قدرت توصل لشكل. بعدها بدي اعدل اكثر، باخذ الموف وبعدل النقطه على كيفي حتى اوصل لشكل جره مناسبه او الشكل اللي حاطه ببالي يعني. تمام، بعدها بنطبق امر الليث، موديفاي ليث. بالنتيجه وصل معي لهالشكل. طبعا فيه مشاكل، ليش وصل معي هالشكل؟ محور الدوران وين حاطه؟ بنص الجسم. هو وين لازم يكون؟ تمام، لازم يكون جانبي. هلا في عنا هون اذا شفنا بارامترات الليث، خلونا نروح بس لشيء اسمه اللاين. اللاين لمين؟ لمحور الجسم. اذا شفته هون محل المحاور هذا المحور. فاذا بتتذكروا حكيناها بامر اللاين نفسه، عنا هون ماكسيموم سنتر مينيموم حسب جهه السهم. فهدول هني هدول الثلاثه مينيموم سنتر ماكسيموم، طبعا حسب جهة السهم نعطيه مينيموم. فحول الشكل هذا لجرة. تمام، طبعا نضيف له شيل ونعطيها سماكي. هلا هون بصير معنا مشاكل لازم نعدلها شوي. اذا ممكن انا ما بدي اخذ المينيموم والسنتر، بدي احركه تحريك بالموف، فمنحرر الليث وشو بناخذ هون؟ الاكسس. انا هون صرت اقدر احرك المحور، طبعا كل ما بعدت رح هاد الشيء رح يتعدل على الشكل. ممكن ندخله شوي تمام لحتى احس انه الشكل صار معي تمام. طيب بعد ما خلصت انا والله مثلا شكل الجره ما عجبني بدي اعدل عليها، بكل بساطه بنروح على اللاين وبناخذ الفيرتكس. طب بدي اشوفها وهي عم تفتل، شو منك بس مثل ما قلنا؟ تمام، شو اند ريزلت اخذناها. رح ناخذ النقطة هاي ونعمل لها موف، شوفوا فورا عم يرجيني تطبيق على الجرة كيف عم يصير. تمام؟ طيب الزاوية هاي ما عجبتني، بدل ما اخذها سموث باخذها شو؟ بزير. البزير اعطاني زراعين هون، ممكن مطهم وصل لهالشكل هذا مثلا يعني. الموضوع واسع كثير بس كله من اساسات بسيطة. فأنا وصلت لهالجرة هاي. هذا هو أمر الليث. طبعا تركيبه مع الاكسترود وال يعني قصدي تركيبه مجسمات مع بعضهم بيعطينا امكانيه تمارين حلوه كثير. شو عندنا قيم في اللي في عندنا؟ اول شيء عندنا شيء اسمه ديجريز. انا بركي ما بدي والله 360 درجه، بقول له 180 فعمل لي ليث لنص مجسم. كمان هاي ممكن اوصل منها لاشكال معينه. في عندنا شغله ثانيه، عفوا في عنا شيء بنلاقيه كتير بالماكس اسمه فليب نورمالز. هلا هاي اذا انا عندي سطح واحد هي حذفت الشل، الفليب نورمالز عكس الاوجه يعني بخلي السطح الجواني لبرا
البرامج جوا، بس هلا ما عاد كثير اثر لانه بالماكسات الجديده صلحوها، كانت مشكله من زمان السطح الجواني يطلع معي شفاف ما يبين، فهلا ما عاد كثير مهمه. في عنا بعدين السيجمنتس، يعني السيجمنتس انا هون ممكن نزيده، شايفين شو عم يعطينا تنعيم اكثر، ممكن شو نعمل خففه، ممكن هاي مثلا شو اقول له الغي سموث تحت، شايفين كمان هون عقدنا الموضوع اكثر واكثر، فاعل سموث نزيد السيجمنتس. فهيك التحكم فيها المفروض هدول يكون صار مألوف لكم، حتى امر اذا امر غريب عليكم يعني تعرفوا. في عنا شيء اسمه دايركشن، طبعا وين يجي المحور، على المحور اكس مثلا، ولا والله مثلا انا راسم على المحور الثاني اللي هو هذا مثلا، فهون رح ياخذ المحور اكس مثلا اللي هو الليز، بس يعني مشان تعرفوا غالبا رح يكون المحور الاساسي. هذا هو امر الليث، رح نطبع عليه كمان تمارين، بس معلش رح نرجع ل خلونا نشوف كتب. في عنا اللمبات اللي شفناها هون، في عنا مجموعة كبيرة منهم بيطبقوا معنا عن طريق الليث. شوفوا مثلا هدول اذا مرينا عليهم على فكره كلهم المفروض يكونوا مألوفين بالنسبه لكم. هاي عباره عن شو؟ سلندر مثل ما حكينا، وهدول سلندرات. هلا هذا رح نعمله مثلا لاين انيبل انيبل مثلا ريكتانجل، فمثل ما شايفين كلهم اشكال بسيطه. طيب هاي سفير مخصوصه، هاي عباره عن لاينات او سلندر ممكن نعملها روتيت، وهذا السلك اللي بالنص هيليكس. فهيك تركيب، شوفوا كلها مجسمات بسيطة ليك، وهي مثلا سفير مخصوصة، موضوع كتير بسيط. هلا ممكن نحن اللي رح ينعمل معنا بالليث هاي مثلا، ممكن شايفين من جوا شلون شكلها، هاي ممكن تنعمل معنا. اساسيات ثانيه رح نحكي، يعني بكره رح ناخذ مشروع كامل كله رح نستورد الاوتوكاد على الماكس ونشوف شلون نتعامل معه. بس هو هاي الاوامر اللي شايفها النقاط والفيرتكس كلها نفس الشيء، يعني شوفوا هاي عباره عن لاين ممكن يكون وليث، فكلها بتزبط معنا. هاي تمام، ايه الرسام اللاين تنلف هنا، بس انا في وحده منهم كان يعني فيها، يعني هذول كلهم مثل ما شايفين هم كانوا نوصلهم. اللمبة دير بس في وحدة معلش غير هاي، خلينا نشوف هون. هذول يعني اغلبهم بيعملوا، شايفين هاي عباره عن لاين وليث، وشو عاملين لبعدها سلايس، وبعد اعطينا شل. هذول هاي فكلهم ممكن نعملهم. نحن رح ناخذ، في عنا تمرين هون مشان بحب تمارين شامله، رح ناخذ هاي هاي الحمراء، فيها فكره بالرسم نعطيها طبقتين تمام، وبعد عنا اللاينات بالسطح، هاي شايفه من سفير رح ناخذها، وبعدها هيليكس. بس هاي ما قطع شو شكله بالنهاية، ربع دائرة هو طالع تقريبا هيك شيء، بس مقطع ربع دائرة، والليث فاتل هون من هاي شفنا مقطعة هيك تمام، وبعدها هيك هاي هي. بس نحنا شو ممكن اذا عنا هون في عنا شقفية رح نعملها هيك ونكملها. طبعا الليث رح يصير عند المحور تقريبا هون، فرح يفتلى ورح يطلع معي كامل. هاي بعدها مثل ما حكينا رح نضيف ال هيليكس نص دائرة فوق واللاينات. هاي العشوائية هلا هاي ممكن انت بعد ما ترسم بكره رح نشوف ممكن نعدل عليها. ممكن
باللاين تعدل عنيهات وهيك تخليه عشوائي، ممكن ترسم انت رسم هذا كله، بس يعني هلا شوي شوي بنشوف هذا. هلا امر الهيليكس ما شفناه، في امر حلو اسمه او بارامترات. اول شيء ممكن مثل ما حكينا القاعده العلويه غير سفليه، وبعدين ثاني شيء الهيليكس الخصائص اللي فيه، في عندنا شيء اسمه تيرنز تمام، وفي عندنا شيء اسمه بايوس. البايوس هو بيضغط لك اياها فوق لتحت، فانت هون ممكن هدول توصل في يعني لشكل عشوائي. طيب مين بيطبق لنا هذا التمرين؟ رح نعمل هاي مثل ما حكينا الكلوبة الحمراء. ايه تفضل تفضل.
تفصيل معين للسلائلون رح نشوفها ان شاء الله بالتمارين الثانيه.